صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حفظت من القرآن 15 جزءا وكأني لم أحفظ، ثم رجعت من أول القرآن وحتى الآن لم أحفظ ولم أراجع، وأعاني من الكسل في الحفظ، فما الطريقة اليسيرة التي تنصحون بها أبناءكم لحفظ القرآن مع طلب العلم؟ الاستعانة بالله عز وجل والمحاولة، الإنسان لا ييأس ولا يكسل، بل يحاول إلى أن يدرك المطلوب بإذن الله. نعم، مع إخلاص النية، إخلاص النية لله عز وجل في ذلك.